خلاص هو طبعا اللي مضايقني. بتعمل ايه لما الناس بتتهمك؟ ولا حاجه، بحتسب عند ربنا وبكسب حسنات وحاجه زي الفل. بس هي بص انا رايي، انا ليا راي في الموضوع ده، انه المساله برضو ناس خلطت العمل التطوعي بالعمل الاحترافي واجاده العمل الاحترافي. انا لما اكون صحفي كويس كنت ادري يا كابتن عصام على عملي ولا اخذ عمولات ولا اقبل عمولات، لان ده يصغرني ما كبرنيش، لان ساعد لان لو انا باخذ عمولات هيبقى لي غرض في عملي. لكن انا من اول يوم اشترطت واتفقت مع الكابتن صالح ان انا هاخد اجري، واذا كان النادي يرى ان انا بعمل اعمال تستحق المكافاه فله ان يكافئني وهبقى سعيد بهذا. عايز يديني جواب شكر، وحدث اكثر من مره وعندي اكثر من جواب شكر، هبقى برضه سعيد بهذا. ولكن مساله عمولات ان انا اشتغل مع وكيل لاعبين يتصور انه ممكن يدي عدل القيعي شيء عشان يمرر له شيء، ده مستحيل طبعا. طيب كابتن عدلي، عايزين نعرف منك بعض الاخبار كده، التجديد في النادي الاهلي، حسام عاشور هيجدد عقده ووافق خلاص على تجديد عقده بمليون و200 الف؟ بص كابتن حسام او غيره هم كلهم مستنيين يشوفوا السوق الغريبه دي هترسي على ايه. لان دي سوق غريبه وغامضه وعشوائيه. ولكن انا ارى ان السوق في سبيله ان ينخفض، لابد ان ينخفض، لان لو فضلت الامور على هذا المنوال الانديه الشعبيه وغير الشعبيه يعني مين من المؤسسات النهارده هيقدر يتحمل تصاعد العبء بهذا المستوى؟ فلابد ان تتفق الانديه ويتفق اتحاد الكره ويوضع نظام عشان اللعيب ما ياخدش غير حقه وزياده سنه عليها محبه جماهير، اعلانات مش عارف ايه. لكن مساله ان تبقى الامور باماره ايه، كل واحد يقول لك 2 و3 و2.5 و1.5 اتبنت على ايه؟ ايه الداتا او الكرايتيريا اللي اتبنى عليها هذا التقييم؟ محدش بيقول لنا. طيب شايف يا كابتن عدلي ان اللعيبه بتفكر في الفلوس بس ولا بتفكر في الانتماء؟ يعني ممكن يبقى اللعيب ده هياخد، ما فيش، لا هو طبعا هياخد فلوس قدره. مثلا في نادي بيحبه اقل من نادي تاني، بس ممكن يستحمل التضحيه الى حد بسيط عشان يقعد في مكان هو عايز يستنى فيه. يعني شايف ان الانتماء مطلق، ما بقاش في انتماء مطلق، فلوس مطلق مش هينجح قوي. لانه هيظل يتنقل بين الانديه ونماذج قدامنا واضحه، ولا هيسعى باستقرار فني ولا جماهيري ولا يسعد بهذا. وفي الاخر كل سنه هلاقي نفسه في نادي. يعني اتفقتوا خلاص مع حسام عاشور ولا لسه؟ المبادئ موجوده، لكن بقى يعني نتدلع على بعض، هو عايز سنه زياده احنا عايزين نقول له لا ما نقدرش غير على كده. لسه في وقت يعني. في النهايه سوف يبقى في الاهلي باذن الله. احمد فتحي هيجدد ولا هيروح انجلترا ويست هام ولا ايه؟ احمد ما بين نارين، وده شأن اللعيبه الدوليين بالذات اللي خاضوا تجربه الاحتراف الخارجي. هو طبعا ما زال احمد عايز ينجح. ايوه. تجربه الاحتراف الاخيره بتاعته ما حققتلوش اللي هو عايزه. في شيفيلد. لا شيفيلد. شيفيلد يونايتد. هو يعني بيفكر في هذا، ولكن ما اتصورش ان في لعيب في النادي الاهلي عايز ينجح. شايف ان يعني حسام عاشور واحمد فتحي تحت سيطره النادي الاهلي. ما فيش سيطرة. في تفاهم، في تبادل احترام و أنا فاهم. أنت دايما لما حد يسألك سؤال يقول لك أنت هتعمل إيه في الموضوع؟ تقول له تحت السيطرة. لا. فأنا شايف لا. السيطرة لما يكون القرار عندك لوحدك. لكن طالما إن القرار فيه طرف آخر يبقى التفاهم والحب المتبادل والاحترام المتبادل وتبادل المصالح هو اللي بيحكمنا. طيب موضوع انرامو اللي هو المهاجم النيجيري في عاري تماما من الصحه. الصحفي احنا كنا في الصيف الصحفي في حد عرضوا علينا وكنا شرعنا في دراسه هذا الامر، ولكن اكتشفنا بعد شويه ان لا مش هيحصل هذا الكلام. الصحفي واما ومن بدء الموسم انا مش عارف ايه اللي فتح الموضوع. اللي فتح الموضوع الصحف التونسيه عامله اتهام النهارده للنادي الاهلي ان الاهلي لانه خدوا من الناس. مع بقى ما نقعدش نقول الصحف الجزائريه الصحف التونسيه، انا بقول احنا اللي بنطلع الكلام والناس بتنقل مننا. ماشي يا كابتن، ما هو الصحف الكلام طلع من هنا من مصر، طلع من مصر. قالوا ايه؟ قالوا ان الاهلي بيكلم يعني. اي فرقه هيلاعبها بيكلم لعيبتها قبل الماتش.
الفريق. سامعني كده؟ الاتهام ده كان موجه للاهلي ان هو بيقول ان الاهلي بيفاوض اللعيبه. يا سيدي عشان احنا اللي قلنا، اعلامنا اللي قال. اعلامنا اللي قال، ماشي. ايه رايك في الاتهام ده؟ اعلامنا اللي قال ان الاهلي زي قبل ماتش اسماعيلي ما قالوا. الاهلي عايز احمد سمير فرج والقيعي، قال ولم يحدث هذا الكلام. كل ما هنيجي نلعب ماتش بقى حد هيسرب خبر ان الاهلي عايز يتفاوض مع لعيب؟ يعني ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. طب مين اللي بيسرب الخبر؟ والله ابحثوا بقى. ابحثوا بقى، وانا ارجو من الاعلاميين الكبار ان يعني يتصلوا بينا ويعرفوا الحقيقه قبل ان يتداولوها يعني. انما ده كلام كان. ما احنا بنكلمك عشان نعرف هو من جوه النادي ولا من بره. بدايه الموسم يا كريم. ايوه. وكان اتصالات من وكيل اللاعب، وهو كان بينقل لنا ان الترجي ممكن يصل الى اتفاق. لما انتهى الامر قفلنا الملف وهم قفوا، وهو استمر معاه نادي الترجي. مش معقول انا حاجه افتحه دلوقتي في توقيت لا ما ينفعش، يعني هاخده ازاي يعني دلوقتي؟ يعني الكلام ده ايه معناه يعني؟ لا انت مش هتاخده دلوقتي، لو هتاخده هتاخده في يناير. هاخده من الترجي برضه صاحب الحق اذا كنت حاخده. اه بالظبط. فلما ما اتفتحش موضوع بين الترجي ولا بيننا وبين انرامو. طب ليه بيتفتح دلوقتي يا باشمهندس عادل؟ بيتفتح عشان يعمل مشكله بس. مشكله اللي مين؟ اللي فتح وطلب لهذه الشائعه عايز يعمل مشكله بين الاهلي والترجي كما حدث بين فصل الجزائر وبين الاهلي والاسماعيلي. كل حاجات ما اعرفش بيجيبوها منين يعني. للحظات تصورت ان الكلام خارج من النادي الاهلي. فانا بتصل بهادي لقيته بيطلبني. لقيته بيسالني ايه حقيقه الموضوع ده يا عدلي؟ قلت له لا ده انا اللي هسالك. انا افتكرت حد اتصل بيك قال لك حاجه. اتصلنا احنا الاثنين بالكابتن سيد عبد الحفيظ لا يعلم شيء عن هذا الامر. في حد بقى غيرنا؟ الله اعلم. بنجوره بتكلموه بتاع سيراليون؟ احنا بعتنا النديم تعلموا هذا من مده. ولكن التفاصيل بقى بنحتفظ بيها لبعضينا لحد ما نشوف هترسي على ايه الامور. نشكرك المهندس عادل الطيب. شاكرين.